السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أنيسة كوك. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا تاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لنا جيم وتخلوا تعليق، هكا باش نزيد نحط لكم بزاف وصفات سهلين وبسيطين. اول حاجه هنايا راح نغلي الزيتون، عندي حوالي 200 غرام زيتون، راح نغليه مرتين، مره في الماء عادي ومره في السكر والقارص، ونخلوه جانبا. تاني حاجة هنا درناها راح نغلي البطاطا. حنوريلكم اسوس باش نستعملوا هذه المقلة بالصفاية تاعها. اول حاجة باش ما تلصق لكمش هذيك البطاطا لازم تسخنوا الصفاية، باسكو بالك ما تسخنوش الصفاية ما تروحوا ديروا البطاطا تاعكم راح تلصق لكم في الصفاية، دونك لازم نسخنوهم هكا مع بعض. هنا انا عندي زوج حبات بطاطا متوسطين الحجم، قطعتهم مكعبات وراح نقليهم في الزيت تكون سخونة. دوك نقليهم على زيت سخونه، نخليهم بعد ما يتقلاو راح نحيهم بالصفايه تاعنا ونحطهم جانبا. بالنسبه هنايا راح نحمص او نقلي البصل تاعنا، نقليه بشويه زيت. دونك اذا حابين تضيفوا زبده ضيفوا، انا راح نقليه في شويه زيت مع شويه ملح هكا باش يدوب لكم كامل هذاك البصل تاعكم، حتى يدبل كامل نقليه بالبيع حتى يدبل كامل باش نكمل باقي المكونات اللي راح ندير فيه. دونك هنايا بعد ما تقلى لي هاوليك البصل تاعي راح نضيف له الدجاج تاعنا. هنا عندي كميه من الدجاج تاعنا اللي كنت غليته، الدجاج تاعنا هدايا نغليوه، طرف تاع الدجاج حكمو طرف تاع الدجاج وغليوه وفتوه فتات هكايا مكعبات كما راكم تشوفوا. بعد نضيفوا لهذاك البصل بعد ما تغليوه راح نضيف له شويه من لاصوص هذيك اللي غلينا فيها باش ما تروحناش هكاك. كما قلت لكم نقليوه مع بعض بالبصل مع الدجاج تاعنا. هنا كذلك راح نضيف هذاك الزيتون اللي غليناه، راح نقطعو يعني ما نخليهش حبات حبات زيتون، راح نقطعو على زوج خطرات هكاك. هنا راح توجور نقليهم مع بعض. هنا راح نضيف الفلفل الكحل، كذلك ضيفوا الملح اذا جاتكم، باسكو الدجاج تاعنا راح نقليه بالملح. هنا راح نضيف كميه من المعدنوس ولا الحشيشه اللي متوفره عندكم، ما يهمش هنا يعني الحشيشه اللي متوفره عندكم قادرين تضيفوها. راح نحمصهم ونقليهم مع بعض ونخليهم نحطهم جانبا حتى نجي وقت الاستعمال تاعهم. بالنسبه هنا راح ندير بشاميل، ضفت ملعقه زبده، اي كذلك راح ندير فحت 3 معالق ديال الزيت النباتي ولا زيت عادي نورمال. اي كذلك هنا راح نضيف واحد ربع مغارف ديال الفارينة. دونك اذا ما عندكمش الزبده تقدروا تستغناو عنها. هنا راح نخلط الفرينه مع الزبده تاعنا. انا راح نجيب الحليب. هنا بالنسبه للحليب راح نضيف واحد حوالي نص ريتلا الحليب، باسكو انا هنايا ضفت نص ريتلا الحليب. بالنسبه هنا الفورماج، الفورماج استعملوا النوع اللي حبيتوه، حتى توجور نخلط هكا خلطوا بالفوي مليح ولا بهذا الدراب. دونك حتى هنايا جاتني شويه هي بصح ضفت لها شويه حليب عادي، تقدروا بعد ما تختاري لكم تقدروا تضيفوا لها لاصوص بشاميل ولا صلصه البشاميل، تضيفوا لها شويه حليب عادي ما كاش كامل المشكل، لانه قد ما تجيكم مطريه باش ما كي ديروها في الغاتا تاعكم ما تجيكمش ناشفه بزاف. هنا نضيف لها فلفل الكحل والملح. دونك اذا عندكم جوست الطيب ديروا جوست الطيب، انا جوست الطيب ما نستعملهاش لاني بعد ما بحثت عليها لقيتها انه جوست الطيب مسمومه، يعني الماكله حتى وتبات لكم ما تقدروش تسخنوها، يعني لازم ترموها لانها ماده سامه لازم تاكلها جديده وخلاص. دونك هنا عندي فرماج عادي تاع الميزان ولا الفرماج اللي متوفر عندكم، راح نضيف قطع مكعبات. بعد ما طفيت النار هنا بعد ما تقالت لي البشاميل طفيت النار هذا ما كان، ونخلطها بسباتولا هكايا الفورماج تاعنا باش يبقى الكو تاعهم باش ما يدوبولكمش. هنا بالنسبه حطيت في البلا تاعي ولا في الصينيه تاع ولا في البلاطو ديالنا اللي هنا تاع الزجاج مربع الشكل، نخلط مع هذيك ولا هذيك الحشوه اللي درناها ولا الخلطه اللي درناها تاع البصل والدجاج والزيتون والمعدنوس، مذاق روعه ما نحكيلكمش شحال بنينه. نخلط هذيك البطاطا مقليه بهذا الشكل نخلطهم. دونك انا هذيك الكميه تاع 3 اشخاص برك ماشي اكثر من ذلك، مذاقها اكثر من رائع.
تقدروا تضيفوا المكونات اللي عندكم ولا واش حبيتوا. دونك ما تنساوش في الكحال مهم جدا. انا راح نجيب صلصه البشاميل ونحطها كامل على وجه الغطا تاعنا. بالنسبه هنايا شوفوا القوام تاع صلصه البشاميل تاعنا، لازم ما ديروهاش يابسه. اذا جبتوها يابسه زيد ضيفوا لها شويه حليب، دونك باش يضيفوا لها نكهه اكثر، وباغ اكزومبل اللي حابين يسمنوا يضيفوا لها كريمه طازجه. دونك انا ماش حابه نزيد نسمن، دونك ديروا لها كريمه طازجه. هنا راح ندخلها للفرن، نطيبها غير من الفوق ما نشعلهاش من تحت، دونك نطيبها غير من الفوق. بعد ما طابت لي هنايا تحمرت لي، نقدمها يشهي طيب.